واش الخوت، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتي كاع احبابنا كاع صحابنا، مبروك عيدكم ومبروك عواشركم. بزاف بزاف اللي كياخذوا القرع، بزاف كيموتوا ليهم، كيجوني لي ميساج خويا يلا خديت واحد القرع، شنو غادي نعطيه شنو غادي ندير ليه. ان شاء الله نوريكم ايطاب باغ ايطاب. اي واحد ما كيفهمش واي واحد ما كيعرفش غادي يشوف هذا الفيديو غادي يفهم. واش نشوف دابا السيباراسيون ديالنا ونوريكم كيفاش نتعامل مع الطير ديالنا. راني مسيباري هاد كالوبسات البينو، اللهم بارك، هاد راطونيك راه مدريس، اللهم بارك. شي 3 ايام تقريبا ما خرجش. هاو اوني ايه الطير راه الخوش ما عارفش هاد الشرابه هادي راه انها فيها الماء، ولا عارف هاد الوكاله راه فيها الماء فيها. واخا هو كيشوف كاين شي طويرات واخا تحط لها موكاله وشرابه راه والله ما يشرب لك منها. ودابا الخوت غادي ندوزو لاهم حاجه واهم شيء اللي تبغى نقول لكم في هذا الفيديو، واللي بزاف ديال الناس مخبينهم عليكم، منهم الناس اللي كيجيبوا المقرين بزاف وناس الجماله وبزاف ديال الناس اللي كيخبيو عليكم. جوج مكونات اللي غادي نوريهم لكم دابا. واش الخوت، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتي كاع احبابنا كاع صحابنا، مبروك عيدكم ومبروك عواشركم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون عيدكم داز بخير وعلى خير وعلى احسن حال. سمحوا لينا بزاف بزاف الناس اللي كيشبعونا، ما درنا لكم حتى شي فلوق لا نهار السبت لا نهار الحد. راكم عارفين نهار السبت كلشي مشغول مع الحاولي، كلشي كيقلب على الحاولي، خصو يجيبوه خصو يحطوه في فندق. ونهار الحد راه كاينه الذبيحه، السوق راه كان خاوي ما كاين فيه حتى شي حاجه. وحتى نهار السبت راه كان السوق خاوي، دري صحابنا اللي كيديروا فلوغات تما في سوق قريعه الا كنتو شفتوا الفلوغات ديالهم، راه السوق كان خاوي ما كان فيه ما يدار. دارت 3 ايام الحمد لله. شبعنا شوا وشتوما شبعتو شوا ولا لا؟ قلنا علاش لا ما نديرش واحد الفيديو اللي نصح فيه حبابي وصحابي، وبغيت ندوي فيه خاصه على طائر الحسون. الناس بزاف بزاف اللي كياخذوا القرع، بزاف كيموتوا ليهم، كيجوني لي ميساج خويا يلا خديت واحد القرع، شنو غادي نعطيه شنو غادي ندير ليه. وانا جبت القرع شي بياسات قلال، بعت لصحابي وخليت ليا واحد نتيوا، وقلت علاش لا ما نديرش واحد الفيديو نصح فيه حبابي وصحابي كيفاش كنتعامل انايا مع القرع ملي كنجيبهم للدار، شنو كنعطيهم في الماكله، فين كنحطهم، شنو غادي ندير ليهم. عندي واحد نتيوا هنايا، انا غنوريكم كاش اللي كاينه فيها، كاش سيباراسيون، هي واحد الكالوبسات مسيباريهم. غنوريكم ما يجيبش النهار الاول شنو عطيتها وشنو كنحط ليها. ان شاء الله غنوريكم ايطاب باغ ايطاب. اي واحد ما كيفهمش واي واحد ما كيعرفش غادي يشوف هذا الفيديو غادي يفهم. واش نشوف دابا السيباراسيون ديالنا ونوريكم كيفاش تتعامل مع الطير ديالك. فوالا الخوت كيف ما كتشوفوا، هذا هو الكاش سيباراسيون ديالنا. كيف ما قلت لكم راني مسيباري هاد الكالوبسات البينو، اللهم بارك، هاد راطونيك راه مدريس، اللهم بارك. شي 3 ايام تقريبا ما خرجتش. هاو طونيك ايه فين. وهادي هي نتيوا ديال المقرنين الخوت اللي قلت لكم بقات ليا. هاي اللهم بارك، تقريبا دابا ضاربه شي جوج سيمانات عندي في الكاج، شي جوج سيمانات وهي مسيباري هنايا محطوطه عندي، هي اللي بقات ليا. اول حاجه او اول غلط اللي كيديروا بنادم هو انه كيجيب نتاوي او الذكوره ديال المقنين، اش كيدير لهم؟ كيجي كيحط لهم شرابه ووكاله فحال هادو، وكيحط سيبار وكيخليه شي بلاصه ويقول صافي القرع غيجي ياكل الزوان وغياكل عادي وغيشرب عادي ما كاين حتى شي مشكل. لا، هذا هو اول غلط. علاش الخوت؟ انا اون فوا كنجيب طويراج اول حاجه كندير هي هاي فحال هادي كيف ما كتشوفوا، الراس ديال الشرابه هو هذا، ولا كدير لهم واحد الطويصه لداخل تحطها لهم الوسط فهاديك البلاصه وتثقلها باش ما يجيو يشربوا ما يطيحش لهم ولا تقلب. حيت الطير راه الخوش ما عارفش هاد الشرابه هادي راه انها فيها الماء، ولا عارف هاد الوكاله راه فيها الماكله. واخا هو كيشوف كاين شي طويرات واخا تحط لهم وكاله وشرابه راه والله ما يشرب لك منها، خاص تحط ليه طويصه لداخل تثقلها، ولا دير ليه الراس ديال الشرابه بحال هذا كيف ما شفتوا الخوش، ديروا فيه الماء والماكله حتى هي ديروها لداخل كيف ما دير لهم انايا. هذيك المونجوار راه هو دير فيه الماكله وحاطها ليه لداخل، كتبان ليه الماكله ها هي حداه كيجي ياكل منها، كتبان ليه الراس ديال الشرابه او شي طويصه حاطها ليها هي راه فيها الما كيجي يشرب منها، يعني الطير كياكل وكيشرب بسهوله. هذه هي اول حاجه او اول غلط كيديروا بنادم، وهذه النصيحه اللي ننصحكم بها. شفنا الخوت كيفاش نحطوا الماكله والماء للطير ديالنا باش ياكل ويشرب ويشوفوا محداه. دابا غنشوفوا نوعيه ديال البذور اللي خاصني نعطيو للقرع ديالنا، ماشي نجيو ونديرو لهم الزوان ونحطو لهم ونتسناو ياكلو.
لا، هذا هو الغلط الثاني اللي كيديروا اي مولوع او اي مبتدئ، كيجي كيعمر الوكاله او كيعمر داك المونجوار اللي وريتكم بالزوان بوحدو الثيك وكيحطوا ليه. لا خويا، اول حاجه اللي نوصيك بها هي الذريعه كحله. الذريعه كحله اللي هي العنصر الاساسي للطوير ديالنا، واللي هي كتصوفينا الطوير وما كتخليش يتسيف ويرقاق ويموت لينا. كيف ما شفتوا هذه الذريعه كحله ديالنا، كنشدوا الذريعه كحله بحال هذه، واحد ياخذ 10 درهم ولا 5 درهم، راه فيها تبارك الله الخير والبركه. بحال دابا هذه راه رابعه تقريبا، خديتها بشي 10 درهم. كنشدوها كنطحنوها في الميكسور، واحد نص طحنه تقريبا. انا غنوريكم من مطحونه كيفاش كتولي. بالنسبه للناس اللي غادي يقول لي كيفاش غادي نطحنوا الزريعه، كيفاش خاصها تولي، ها هي كي خاصها تولي الخوت. فوالا، كتولي على شكل مسحوق اللي غيكون الطير سهل عليه باش ياكلها، ما غاديش تجي قاصح. في ديك الثلاث ايام الاولى اهم حاجه عندنا هي الطير ديالنا يتصوفى وما يتسيفش لينا. لهذا الخوت غنعطيو الزريعه كحله صيك. ثلاث ايام الاولى الزريعه كحله صيك مطحونه، غادي يقصيها وان شاء الله غادي تصوفى ويكون على خير. وان فوا غادي تدوز هذيك 3 ايام غيتصوفى الطوير ديالنا. غادي نقول لكم واحد القضيه اللي غادي تدخلوها على ديك الزريعه كحله، ما غاديش نبقاو نعطيو الزريعه كحله صيك بوحدها. غندخلوا زريعه الشوك ديال المانيطوبا ولا زريعه الشوك ديال اي شركه بغيتهم، المهم انا خدام زريعه الشوك ديال المانيطوبا اللي هي هذه، راه فيها البيريلا، فيها النيجر، فيها بزاف ديال البذور تبارك الله. عزيزه عليا انا هذه البذور هذه اللي خدام بها سواء مع الكنار سواء مع المقنين. الناس يقول لي علاش كطير الكنار، علاش هذه؟ انا كنعطيها للكنار والحمد لله خدامه ليا بخير وعلى خير. غير هو في وقت ديال الصيف بحال هكا راكم عارفين البذور الزيتيه كتضرب الكبد كتشحم لك الطوير، لهذا كنتجنبها في الصيف كنعطيها غير في الشتا للكنار. حاجه ثانيه غادي نقول لكم، غتعطيو زريعه الشوك ديال المانيطوبا وغادي تعطيو الزوان، غتدخلوا الزوان وزريعه الشوك بشويه بشويه نهار على نهار. النهار الاول معلقه من زريعه الشوك ديال المانيطوبا ومعلقه من الزوان طويل، عاوتاني النهار الثاني معلقه ونص ديال الزوان طويل ومعلقه ونص ديال زريعه الشوك، عاوتاني النهار الثالث ثلاث معالق ديال الزوان طويل، تحطوا نفس الكميه ديال زريعه الشوك، بقاو غاديين 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 حتى نحيدوا ليه الزريعه كحله في مره ونحيدوا ليه زريعه الشوك في مره ونخليوا ليه غير الزوان. وانتم راكم كتراقبوا الخوت كتشوفوا الطوير واش كيبدا يهرس لك الزوان ولا لا. الا كان الطير ولا كيمشي الزوان ديريكت وكيهرسوا وما لقيتش شي صعوبه، نقدروا نحيدوا ليه ونستغناو على زريعه الشوك وعلى الزريعه كحله ونخليو ليه غير الزوان، لان الطير ديالنا غادي يكون صوفا ونكونوا ضمننا السلامه ديالو. ودابا الخوت غادي ندوزو لاهم حاجه واهم شيء اللي كنت باغي نقول لكم في هذا الفيديو واللي بغيت نوصله لكم، واللي بزاف ديال الناس مخبينهم عليكم، منهم الناس اللي كيجيبوا المقنعين بزاف وناس الجماله وبزاف ديال الناس اللي كيخبيو عليكم. جوج مكونات اللي غادي نوريهم لكم دابا اللي ضروريين الا كان الطير ديالك في مرحله ديال الموت وصافي مبقى ليه والو تسيف، ولا خفتي للطوير ديالك يتسيف ويضعف ويموت ليك. جوج مكونات غنوريهم لكم دابا واللي هما ضروريين، البوله والسيروم. هادو هما جوج حوايج اللي بغيت نوريهم لكم واللي بغيت نوصل لكم. السيروم اللي نزيد ناكد عليه هو انه يكون غليكوز، يعني حلو ماشي المالح. كاين السيروم المالح وكاين السيروم الحلو، ونفضل السيروم يجيبوا لك شي واحد اللي فرم ليه ولا طبيب كتعرفو من لافامي ولا شي حاجه يجيبوا لك من السبيطارات، ما تخرج ديال الفرماسيان، من الاحسن يجيب لك ديال السبيطار ويكون لاضات مازال ما سالاتش. هاد جوج حوايج اللي شادو في يدي دابا خاصني نبقى نشكرهم حتى نموت، حيت هادو نقصوا ليا بزاف ديال الطويرات. هادي الخوت اللي غادي تحاول تسخن بها الطوير ديالك، ماشي تحرقو ولا تسلقو ولا شي حاجه، هادي هي اللي غتسخن لك الطوير ديالك وترجع ليه الحراره ديال الجسم ديالو. علاش الخوت مي ما كياكلش الطوير ديالنا ومي كيكون بواحد الكاج اللي محلول ولا فحال واحد البيتش اللي هو بارد، كدير ليه البوله كتسخنو شويه كتخلي الطير كيبدا يتحرك. ولاحظوها الا كان شي طوير عندكم مقوبر ولا لاوي راسو، كديروا ليه البوله كيحس بالسخونيه كتطلع معاه السخونيه الطير كيبدا يتحرك. واللي نوصيكم عليه هو انكم مش قربوهاش ليه بزاف، حيت الا قربتوا ليه البوله وسيرتوا هاد البوله الصفراء هادي راه غادي تحركوا وتشوطوا. غنوريكم كيفاش غادي ندير ليها دابا باش تحطوا تشوموا البوله ديالكم وما تخافوش على الطوير ديالكم. لنفرض ان الكاش ديالنا هو هذا والبوله ديالنا هي هادي، هانتوما كتشدوا البوله كتحطوها على الطريقه هادي وعلى هاد الشكل هذا اللي ما كتخليش الطير يتقرب ليه البوله بزاف وما كتحرقوش بزاف، وطريقه مجربه 100% ماشي غداوي خاوي على الخاوي،
ولكن داوي على الامر وشي حاجه اللي راني مجربه. كتحطوا البوله في البلاصه اللي غيجيوك فيها الطوير، دابا الطوير كيجيوك فينا هنايا ولا الطوير كيوقف لينا في هذه البلاصه تحت، واكثريه ديال القرى اللي يكونوا باقيين جداد كيجيوك يوقفوا في الارض، ما كيبغوش يوقفوا في الوقافات ولا شي بلايص، كيجيو غير الارض كيوقفوا. كتحط ليه سوا البوله شكون هنايا ولا البوله الا كان هو كيريح في الارض، تقرب عليه شويه بحال هكا، تكون تقريبا بحال هكا قريبه ليه وقريبه جال الكاج، كتحط عليه تقريبا واحد سوايع. ان شاء الله ان شاء الله غادي تشوف الطوير انه تبدل 100% وانه بدا كيتحرك وبدا كيقلب على الماكله وبدا كيقلب على الماء. وثاني مكون اللي وريته لكم واللي وصيتكم به هو السيروم، كيف ما قلت لكم حلو اللي مكتوب عليه جليكوز، اللي هو ضروري ضروري الخوت، حيت راني جربته كل الطريقه اللي كيخدم بها. كاين اللي كيكون طوير عنده ضعيف ومسيف كيشد الطير كيشد سورانك كيقطر ليه كيحلي فمو يقطر ليه قطره واحده في الفم ديالو. انا كنتجنب الطريقه تاع تشد الطير تزير عليه وتشربو صحه، كنبغي نتجنبها. كنشد هذيك الطاسه اللي وريتكم كتكون وسط الكاج ولا هذاك الرويز ديال الشرابه، كندير فيه نص ديالها سيروم ونص ديالها ماء. عاوتاني كاين شي ناس اللي كيعطيو غير السيروم صيك بوحدو ما كياثرش على الطير، وانا نعطيكم ضمانه من عندي، انا ما قاريش عليه بزاف ولكن بحكم التجربه اللي يعني جربته وقريت عليه على المكونات ديالو بانه غني بالمعادن وغني بالفيتامينات. وانتم راكم كتشوفوا في السبيطارات ديالنا السيروم راه حاجه ضروريه، كيعقموا بها الرجل اللي كانت معفنه ولا الضربه اللي كانت معفنه، كيديروا للناس اللي عندهم نقص في فيتامين او نقص في المعادن كيدوزوا لهم السيروم ضروري. يعني السيروم راه ضروري سواء البشر وسواء الطيور والحيوانات. انا قلت لكم راني جربته القرع وجربته الجذوره ديال البرانيه، كندير لهم نص ديال الطاسه سيروم ونص ديال الطاسه ما، اقسم لكم بالله مع البوله ومع السخونيه ومع السيروم كنعطي لهم في هذيك السويعه كيبداو يشربوا منه، كنغطي الطويرات باللي نخليهم سخان. اقسم بالله كنفيق الصباح كنلقى كلشي الحمد لله في صحه جيده، كلشي كيطير الفوق، كلشي باغي يهرب، كلشي باغي يخرج، الطويرات يكونوا مزيانين. هذه هي الوصيه ديالي، نتمنى من الله تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا، وريتكم جميع الحوايج اللي كنديرهم واللي كنصوفي بهم الطويرات ديالي، الجذوره القرع اي حاجه كتكون عندي مسيفه ولا ضعيفه كندير لها هذا الشيء. تحياتي لكاع حبابنا كاع صحابنا كاع الناس اللي كيتفرجوا فينا. ما تنساوش تخليونا لي كومونتيرات ديالكم، تخليونا الاراء ديالكم، حتى انا نستافد منكم الا ما تفلت شي حاجه ولا ما عرفت شي حاجه، خليو لي لي كومونتير ديالكم راه كنقراهم كاملين. وشكرا لكاع الناس اللي كيتبعونا وكيشجعونا وكيخليونا لي ميساجات ديالهم، شي حاجه اللي كتفرحنا بزاف بزاف، شكرا لكم بزاف، مبروك عواشركم ومبروك عيدكم مره اخرى. تحياتي لكم كاملين الخوت، نتلاقاو في فيديو جديد وفلوق جديد، واخر كلامنا الله يدير الخير.